يسعدنا بأن نستقبل معنا مشاهدينا السيد مختار العجيمي مدير المهرجان والذي ينضم إلينا من مدينة الحمامات الجميلة. بعد التحية سيد مختار، وأنتم تنظمون النسخة الثانية من المهرجان تحتفون بمئوية السينما التونسية، هل يمكن أن تحدثنا بإيجاز عن عراقة هذا الفن في تونس؟ تحياتي وعسلامة. عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. الحمامات والحمامات، وسنا نحتفل بمئة سنة تصوير أفلام في تونس. كان أول فيلم في تاريخ السينما في تونس سنة 1922-23، كان فيلم زهرة وعين الغزال. هذوما أفلام قصيرة صورهم ألبير شمامة شكلي. سنا مئوية السينما في تونس مش مئوية السينما التونسية. الحاجة اللي تختلف انه السينما في تونس هو في نفس الوقت تصوير الافلام الاجنبيه في تونس. نعم نعم. يعني افلام اوروبيه، افلام امريكيه، افلام يابانيه، والافلام التونسيه بطبيعه الحال. كان اول فيلم طويل روائي تونسي سنه 1966. واحنا سنه دوره ياسمين الحمامات مهرجان السينما الدولي هي دوره تحدي، لانه اليوم من الصعب انه تعمل مهرجان دولي يعني وتبدا من لا شيء كما السنه اللي فاتت. والحمد لله نجح المهرجان بامكانيات محدوده لكن بافكار ذكيه، وهذا اهم شيء. يتواصل السنة على نفس النمط. النمط هذا مش موجود في المهرجانات الاقليميه ولا حتى الدوليه، اللي هو الافلام المتوجهه والبيست اوف. يعني احنا اشتغلنا من حوالي سنه باش نلتقي اكبر من احسن الافلام اللي موجوده على الساحه العالميه، اللي هي كانت موجوده في البندقيه، في برلين، في كان، في تورنتو، في القاهرة، في جدة. وهذا شيء مهم. وفي مهرجان العينة اللي كنت أنا ساهمت فيه كعضو في لجنة التحكيم، هذا شيء مهم بالنسبة لنا احنا، أنه اليوم المهرجان الحمد لله وبدأ يقف على ساقيه ويأخذ الشخصية نتاعو، وإن شاء الله يتواصل بالنسبة للسنوات القادمة. الجديد اللي فيه هو الموبايل فيلم فيستيفال، وهي النقطة التي نود أن نتحدث عنها بالتحديد. سي مختار، أنت قلت أنه الجميل في كلامك، قلت أنه حضور الأفكار الذكية، الأفكار الذكية والذكاء أيضا خلال التكنولوجيا الجديدة. فبشأن مسابقة أفلام الموبايل أستاذ مختار العجيمي، لماذا اخترتم استحداثها وإشراك هذا النوع من الأفلام؟ برأيك ما الذي تضيفه؟ والله هو المبدا يعني في المهرجان هذا. السنه اللي فاتت كانت عملنا 10 افلام، 5 افلام من مخرجات و5 مخرجين، وكانت الافلام قصيره لحوالي ربع ساعه باش نشجع الشبان اللي اقل من 30 سنه، يعني ياخذوا اول حظهم باش يعملوا افلامهم، وتبدا عندهم يعني كارت فيزيت يعني يدخلوا بها للمهنه. وعملت يوم، كان فيه يوم كبير بالنسبه للافلام هذه مع المجموعه الاوروبيه، معتها افلام 10 وثائقيات، 10 افلام. نعم. السنه هذه غيرنا شويه، باقي في نمط تشجيع الشبان، والموبايل فيلم فيستيفال اليوم يمكن يولي قسم، معناها نعاودوه كل سنه. فيه مسابقه على 50 فيلم تاع دقيقه، كل معناتها باش نختاروا فيلم او اثنين او ثلاثه مع لجنه التحكيم يكونوا فيه جائزه وممكن شهاده تنويه. هذا مهم جدا، لانك تعطي انت شحنه، هو جائزه للشاب تعطيه شحنه معنويه ويخليه يواصل التاريخ بتاعه، يعني كان في الدراسه ولا في اخراج او انتاج الافلام. هذا من الاشياء الجديده مع مئويه السينما في تونس. لكن في نفس المسابقه الدوليه السنه هذه اقوى من السنه اللي فاتت. الافلام اللي موجوده في المسابقه الدوليه، الافلام الروائيه الطويله، 12 فيلم جايين من حوالي 8 أو 9 دول مهمه جدا. مثلا فيلم كلوز اللي تعدى اليوم، هذا فيلم كان في المسابقه الدوليه في مهرجان كان. فما فيلم بيونغ ذا وول الايراني كان في المسابقه في البندقيه، سيره من بوركينا فاسو كان في برلين. يعني افلام مهمه جدا اليوم في المسابقه، واختيار لجنه التحكيم من اعلى اسماء اللي موجوده على الساحه الفنيه والسينمائيه الدوليه، اللي هو رئيس لجنه التحكيم السيد جاكي بوني، هو من اكبر الكرونيكار بتاع مهرجان كان السينمائي العالمي كل عام من حوالي 25 سنه، هو ناقد سينمائي مع القناه كانال بلوس ومع فرنس، مع فرنسا 2 ومع فرنس انفو، معناتها مهم جدا. فيه اعضاء، فيه ممثلين، فيه منتجين، فيه مخرجين، يعني هذا التنوع بالنسبه للافلام الروائيه الطويله. وبالنسبه للافلام الوثائقيه نفس العدد
كما السنه اللي فاتت 6 افلام، يعني افلام مهمه جدا كما The End of the World من لبنان، كما بلاك مان باس من المانيا وافريقيا الجنوبيه، في افلام يعني اسمه نرجع لك هذا فيلم تونسي زاد مهم جدا كان اخذ نجاح في الاسابيع والاشهر اللي فاتت، افلام قصيره 12 فيلم قصير في المسابقه الدوليه. نعم. اذا كيف تشوف هذا في مسيره الشبان اللي جايين من عده بلدان، ترينو، فما افلام القاهره برلين، فما افلام تاريخ الكيف، هذه الافلام يعني كل هذا يعكس توجه نحو تعزيز هويه هذا المهرجان الذي بدا يرسي يعني نفسه على ارض الواقع شيئا فشيئا. على ارض الواقع. يعني سنسال ايضا عن الافلام، افلام الموبايل تحديدا قبل أن يسرقنا الوقت، يعني أفلام الموبايل أفلام عددها يناهز تقريبا 90، سأسألك عن أبرز مواضيع هذه الأفلام، أفلام الموبايل تحديدا. والله أنا نزلناها الساعة 90 50 صعبة شوية 50 حوالي 50 نعم. الجميلة أنه فيه لجنة التحكيم بتشاهدهم في 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 وقت واحد، يعني 50 دقيقة في 50 فيلم ولا 52 فيلم، لكن في كل عرض أفلام قصيرة وأفلام طويلة السيستم عملنا قبل كل عرض نعدي فيلم موبايل، يعني داخل المسابقة أو خارج المسابقة، يعني افلام وثائقيه، افلام قصيره، افلام طويله، كل ما يتعدى الفيلم طبعا باش يتعدى الاعلانات، لكن في نفس الوقت باش نعدي فيلم موبايل باش نعود. واصعب شيء هو كتابه سيناريو في دقيقه، لانه اكيد لازم تعصرها، يعني صعبه. وهذه انا ما نجمش نحكي على المواضيع باني ما نحبش ناثر على لجنه التحكيم ولا حتى حد، ان شاء الله من بعد في فرصه ثانيه نحكي عليها. لكن سنغتنم فرصة سي مختار العجيم نتحدث عن نقطة مهمة كنت أشرت إليها في معرض كلامك في البداية، يعني مهرجان يعرض يعني أفلام مشاركة ومتوجة من قبل، برأيك يتساءل المشاهد هنا ما الإضافة التي يمكن أن يقدمها المهرجان في هذا الصدد برأيك سي مختار؟ شوف أخي العزيز، أي فيلم يكون متوج يمكن يمشي في مهرجان ثاني ولا يتوج. وفما افلام تدخل مسابقه يعني ومعتها ولا تتوج يمكن تعطيها يعني فرصه ثانيه. يعني احنا قعدنا في نفس المستوى نتاع القيمه الفنيه نتاع الافلام هذه، السنه هذه عندنا بانوراما 12 فيلم خارج المسابقه الدوليه يمكن تكون بنفس القيمه للافلام اللي هي في المسابقه الدوليه. يعني سانتومير فما افلام يعني كنا صعب لجنه الانتقاء الافلام، كانت صعب انك تخير بين الفيلم هذا يكون في البانوراما والا يكون في المسابقه الدوليه، لكن فما هو كاشيه يعني فما شخصيه وروح بالنسبه للاختيار العام للافلام هذه. احنا مثلا السنه هذه اليونسكو المنظمه العالميه اختارت مهرجان ياسمين الحمامات من حوالي 10 مهرجانات في العالم باش تعطي جائزه مهاتما غاندي، وهذه جائزه مهاتما غاندي يعني لجنة التحكيم خارج اللجنة اللي احنا عندنا في ياسمين الحمامات عملتها اليونسكو، معطيها 4 أو 5 أشخاص اظن، بعثنا لها الافلام هذه كلها وهي باش تختار فيلم، باش يجي مسؤول كبير من اليونسكو كحفل الاختتام باش يسلم الجائزة هذه. نعم. معناها بالنسبة لليونسكو يعني موضوع الفيلم لازم يكون لقضية، انا الموضوع حامل لقضية شعب معين والشعوب بصفة عامة والإنسانية والسلام. سيد مختار نتمنى لكم التوفيق. مختار العجيمي مدير المهرجان الدولي ياسمين الحمامات، كل التوفيق للسينما التونسية، وإن شاء الله السينما التونسية تحتفل بيعني الذكرى المئوية لنشأتها يا رب. شكرا جزيلا لك.